العالم اليوم يسير نحو الرقمنة، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي يستخدم بشكل متزايد في التنبؤ والتوقع. النسخة الرابعة من المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي والبيئات الذكية التي تحتضنها مدينة الراشدية تبرز مساهمة الذكاء الاصطناعي في تشكيله فرصة قوية لدعم المجتمع في نهج التنمية المستدامة. كل مداخلات المشاركين تنكب حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيئات الذكية كتطبيقات في المجالات الطبية والمجال الفلاحي، وخص بالذكر حاليا في مجالات ترشيد استعمال المياه. المؤتمر فرصة ثمينة لفتح جسور التواصل والتعاون مع الشركاء وتحفيز الطلبة الباحثين والأساتذة المحاضرين المغاربة على إصدار منشورات ومقالات علمية حول الأبحاث النظرية في هذا المجال.